هنروح لكرة السلة رجال، واللي بيستمر في الريادة وفي الصدارة في دوري السوبر بفوز جديد على المصرية اتصالات. المباراة التي أقيمت أول أمس يوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، واللي انتهت فارق كبير 84-44. ويستمر مسلسل الأداء الجيد اللي نتمنى إن شاء الله البقاء عليه لحين المباراة القادمة إن شاء الله مع التأمين، وبعدها ستوقف الدوري حتى يعطي الفرصة لتجمع منتخب مصر عشان الويندو الأخيرة أو النافذة الأخيرة لتصفيات كأس العالم. الحقيقة الفريق يمكن أدى أداء كويس، الفريق طبعا وصل رصيده ل 18 نقطة زي ما قلت لحضراتكم بدون ولا هزيمة حتى الآن، وهيتوقف الدوري طبعا طوال شهر فبراير كله عشان يلعب بيوم 26 فبراير على ما أتذكر الويندو الأخيرة. منتخب مصر يكفيه فوز وحيد حتى يتأهل لكأس العالم. الحمد لله يمكن روي رانا المدير الفني الكندي من ساعة ما جه عمل طفرة كويسة، هو مدير فني قدير، كان أبرز إنجازاته كمدير فني هو الفوز بكأس العالم للشباب تحت 17 سنة والتي أقيمت في استاد القاهرة في الصالة رقم 1 سنة 2017. فهذا الرجل له باع كبير في البطولات الكبيرة والتأهل للبطولات الكبيرة أيضا، فكان اختيار موفق الحقيقة من اتحاد السلة ودعم وزارة الشباب والرياضة، والراجل الحقيقة إن شاء الله يحقق طموحات المصريين بالتأهل لكأس العالم، ويتبقى الأداء الجيد في كأس العالم اللي نتمناه إن شاء الله بعد التأهل. لا نبحث هنا عن أداء مشرف، زي ما أنتم شايفين فريق كرة اليد بياخد 7 عالم، إحنا مش هنطالب إن إحنا من أول مشاركة بعد غياب ناخد 7 عالم، ولكن على الأقل تتأهل للدور الثاني، لازم يكون هدف منتخب مصر كرة السلة، وهنقول وهنعيد لأن مصر تستحق كده، في جيل كويس جدا، الجيل اللي موجود دلوقتي جيل جيد. اتصور ان مستر روي رانا هيحط جدول اعداد للمنتخب عشان كاس العالم هيكون محترم، واتصور انه هيلقى دعم من وزاره الشباب والرياضه والاتحاد واللجنه الاولمبيه عشان نطلع نظهر بمظهر جيد. لازم نكسب مباراه او اتنين في كاس العالم، ما يبقاش نروح كاس العالم عشان نخسر 3 مباريات في المجموعه ونغادر. اكيد منتخب مصر يستحق اكتر من ذلك في ضوء وجود جيل جيد، جيل جيد، مجموعه من اللاعبين جيدين صغار في السن. اتصور ان شاء الله ان احنا ممكن نعمل حاجه في كاس العالم، يعني في يوم في سنه من السنين لبنان كسبت فرنسا الحقيقه، وكانت فرنسا ساعتها تاني عالم او تالت عالم، فاذا في دول سبقونا في المنطقه بانجازات في كؤوس العالم حتى لو بفوز بدون تاهل، ولكن كان فوز يعني الحقيقه عمل زلزال كبير ساعتها في وسط كره السله في العالم لما جيل فادي الخطيب وليم شانتا في قدروا يفوزوا على فرنسا بكامل نجومها، ده كان حقيقه حدث كبير جدا.